السلام عليكم، وعليكم السلام. ازيك كولي؟ أنا كويس، وأنت؟ انا تمام الحمد لله. طيب، ممكن تقول لي ايه انطباعك عن عرب اكاديمي وايه اللي اتعلمته؟ أول، أنا بحب الأكاديمية العربية، وأنا بتعلم اللغة العربية بسرعة وبمستوى عالي، و البرنامج على الإنترنت أحسن من البرامج الثانية اللي أنا علمتها، و الأكاديمية العربية برنامج أحسن في العالم لتعليم اللغة العربية. شكرا كول، ده كلام جميل قوي، انا بشكرك عليه. انت اتعلمت اللغة العربية الفصحى الاول، وبعد كده انت كمان اتنقلت للغة العامية، وانا شايف انت بتحب الاتنين، بتحب تتكلم الفصحى وتحب تتكلم العامية كمان. أنا بحب أتكلم في العامية المصرية عشان هي أسهل للكلام، بس أنا بفضل أكتب في فصحى عشان فصحى أحسن للكتابة والكلمات أكثر صح من العامية المصرية، عشان فصحى اللغة العربية الأصلية. وبس أنا عاوز أدردش في العامية المصرية. نحب نزود إيه في الأكاديمية العربية يخلي البرنامج أحسن، أو إزاي تشوف إحنا إزاي نطور في الأكاديمية العربية علشان يكون فيه كل اللي الناس تحبه؟ البرنامج في الأكاديمية العربية ممتع أوي، و أبدا ممل، شكرا كول، وكمان الحصص الكلام أحسن. شكرا ليك كول، سعيد جدا بالكلام، عفوا. شكرا، سلام عليكم.